السلام عليكم ورحمة الله، معكم المهندس محمد علاء، محاضر مادة الكيمياء العامة الهندسية تبع الأكاديمية العربية الدولية بمنصة قاعد. إن شاء الله النهاردة هيكون محاضرة رقم 2 في الكيمياء العامة. هندرس مع بعض الشقوق الحموضية واستكمال المحاضرة بتاعتنا. طبعا إحنا عرفنا الأول يعني إيه الكيمياء وبداية عامة عنها، وهندرس وعرفنا محتوى الكورس بتاعنا اللي هو الكشف عن الشقوق الحموضية. فإن شاء الله النهاردة في المحاضرة بتاعتنا دي هنحاول نتعمق شوية بالنسبة للكشف عن الشقوق الحموضية. إحنا عرفنا في البداية إن الشقوق الحموضية دي أولا يعني هو معظمها أو الجزء بتاعها جزء معملي، يعني كل التجارب بتاعتنا أو كل الشغل بتاعنا في الشقوق الحموضية فهيكون جزء معملي في المعمل. بس إحنا في البداية نعرف يعني إيه الأول التحليل الكيفي للأملاح الغير عضوية البسيطة. يعني ايه تحديد اصلا اسماء العناصر او الايونات الداخله في تكوين الاملاح؟ طب انا اعرفها ازاي يا باشمهندس؟ انا قلت انا عشان اعرف ازاي لازم الاول اعرف ان الملح اتكون من ايه. اي طب قال لك يا باشمهندس انك انت عندك الملح بيتكون من شقين، شق قاعدي وشق حامضي. طب الشق الحامضي يا باشمهندس قال لك ده اللي هو فيه الايون بتاعه السالب زي ايه؟ زي الصوديوم والبوتاسيوم. طيب والشق القاعدي قال لك ده والله الايون بتاعه بيكون موجب، ده زي الكلوريد وزي السلفات. طبعا انت عندك زي ال NaCl ده اللي هو ملح الطعام عباره عن ايه؟ كلوريد الصوديوم اللي هو ال Na بلس زائد Cl بالماينس. يبقى انت عندك مكون من ايه؟ من شق حامضي وشق قاعدي اللي هو الايون الموجب والايون السالب. يبقى انا عندي ملح الطعام ال NaCl عباره عن ال Na اللي هو الايون السالب وCl الايون الموجب. قال لك يا باشمهندس والله في الكشف عن الشقوق الحموضيه انا قلت ان انا بقسمها لثلاث جروبات. الجروب الاول اللي هو الجروب يتفاعل مع الحمض الهيدروكلوريك ال HCl زي مثلا اللي هو الكربونات ال CO3 البي كربونات ال HCO3 الكبريتيت ال SO3 والسيو كبريتيت والكبريتات والكبريتيد والنيتريت. وعندك الجروب الثاني اللي هو يتفاعل او تتفاعل مع حمض الكبريتيك المركز ده زي الكلوريد والبروميد واليوديد والنترات. وعندي الجروب الثالث او الشق الثالث اللي هو كلوريد الباريوم ده زي السلفات وعندك الفوسفات. طب يا باشمهندس ازاي بقى ابدا اكشف عن الشقوق الحموضيه؟ قال والله يا باشمهندس انت عندك في عشان تبدا تكشف عن الشقوق الحموضيه بعمل تجارب على الملح. وعندي بالنسبه انا قلت طبعا ان جزء الشقوق الحموضيه ده 90% منه او 80% منه جزء معملي في قلب المعمل. فعشان كده قال لك انت في عندك تجارب اساسيه وتجارب تاكيديه، نوعين من التجارب يعني على الملح عشان تعرف الشقوق الحموضيه اللي فيه. فايش التجارب الاساسيه دي؟ قال لك دي بتحدد مجموعه الشق السالب للملح، والتجارب التاكيديه دي بتحدد اسم الايون بعد ما نكون حددنا خلاص مجموعته من التجارب الاساسيه. طيب نبدا بقى ناخد حاجه بسيطه كده كمثال، بس مش هنتعمق قوي في الجزء المعملي غير انا ده محتاج في الارض الواقع في المعمل. قال لك والله يا باشمهندس انت لو جبت الملح الجاف زائد حمض الهيدروكلوريك المخفف هيعمل عندك حاجتين، هيجيب لك هيتصاعد غاز زي ما قلنا في التجارب الاساسيه والتجارب العمليه، فهيحصل منك حاجتين، لو تصاعد منه غاز ده الجروب الاولاني. طيب لو يا باشمهندس لو ما تصاعدش منه حاجه ده يبقى بالنسبه لي الجروب الثاني او الثالث. طيب يا باشمهندس هنفرض مثلا ان الغاز ده هيتكون من جروب، هنعمل ايه؟ قال لك والله يا باشمهندس ان لو الغاز ده كان CO2 ده هنميزه ازاي؟ قال لك ان CO2 غاز عديم اللون وعديم الرائحه ويعكر ماء الجير. طب يا باشمهندس طب لو كان الغاز المتصاعد كان SO2 كان قال لك والله يا باشمهندس ان برضه الغاز SO2 يتميز بان هو عديم اللون ورائحه خانقه نفاذه، ولو طلع عندك الغاز اللي هو H2S ده بيتميز انه برضه عديم اللون لكن ريحه له رائحه البيض الفاسد اللي هو البيض اللي هو اللي بنقول عليه في مصر الممشش، بس هو طبعا يعني بيبقى ريحته وحشه كده شويه. وفي لو غاز بقى يبقى عندي كده اربع انواع من الغازات بتصاعد اللي هو السي او 2 والاس او 2 والاتش 2 اس، وعندي الغاز اللي هو الان او 2 او الان او ده برضو بيتميز ان غاز لونه بني. طيب يا باشمهندس انت كده بالنسبه لك قلت ان الجزء ده معملي والجزء ده كله غازات. طب يا باشمهندس انا مش عارف عنه حاجه كل ده غير في ارض الواقع او في المعمل. نبدا بقى نخش على الغازات. قال لي والله يا باشمهندس ان الغازات دي ان الماده اصلا في الاول يعني توجد في ثلاث حالات، حاله غاز وحاله سائل وحاله صلب. طيب يا باشمهندس ايه الحاجه او العنصر الوحيد اللي انا بشوفه في ارض الواقع
ودايما موجود معايا في الثلاث صور دي، قال لك ال H2O اللي هو الميه. الميه لو اتعرضت لدرجه حراره عاليه جدا بتتحول لغاز اللي هو H2 او بخار الماء، ولو اتحركت درجه حراره قليله جدا بتتحول ل صلب او تلج. طب يا باشمهندس ده من قبل ما نتكلم بالتفصيل، احنا خلينا بس باللغه العاميه كده. انا قلت ان درجه الحراره لما حررت الماء اللي هو السائل بتاعي لدرجه حراره عاليه، معنى كده ان اثر او المسافه البينيه بين جزيئات الماء وبعضها زادت، فحجم الماء زاد فتحول من الصوره السائله الى الصوره الغازيه. طب يا باشمهندس انا بالنسبه لي الصوره الغازيه دي حجمها اكبر من الصوره السائله. تمام، يبقى معنى كده ان انا لما عرضت العنصر او السائل بتاعي لدرجه حراره عاليه يبقى درجه حراره زادت، يبقى حجم الغاز معايا زاد، يبقى المسافه البينيه بين ده وده بين الغاز وبعضه زاد، يبقى كده الانضغاط بتاعي زاد. طيب يا باشمهندس انا لما عرضت السائل بتاعي برضه لدرجه حراره قليله، حجم المسافات البينيه بين الميه وبعضها قلت لان حصل انكماش، فاتحول من صوره سائله لصوره صلبه. يبقى انا عاوز اربط الكلام ده كله في ارض الواقع بقانون معين، قال لك ان في ثلاث علماء، العالم بويل والعالم تشارلي والعالم افوجادرو، قال لك والله يا باشمهندس ان الكلام ده كله ان عندي في حاجه انا اتكلمت من شويه ان كميه الغاز والضغط ودرجه الحراره والحجم مرتبطين مع بعض. فالثلاث علماء دولت مشكورين قالوا لي والله ان احنا قدرنا نعمل قانون ان ال n بيساوي ال b ال b v بيساوي ال n r t، وهنتكلم عنهم بالتفصيل. طب يا باشمهندس نبدا نعمل مقارنه كده بسيطه بين الغازات والسوائل والصلب. قال لك ان طبعا التمدد زي ما احنا قلنا كده باللغه العاميه بتاعتنا بين الماء في صوره الماء او معنى اللي هو مثال الماء، ان التمدد بالنسبه للغازات، الغازات التمدد تلقائي لتملا الاناء، لان حطيت الغاز انا قلت الغاز اكبر حجما من الماء ومن التلج. طيب الليكويد لا من لا تتمدد لا تملا الاناء هي والسوليدز. طيب يا باشمهندس الحجم، طب انا قلت ان التمدد او ان التمدد بالنسبه لي او بيزيد بالنسبه للغازات، انما بالنسبه للسوائل والصلب ما فيش تمدد. طب برضو الحجم والشكل برضو ده بالنسبه للغاز، حجم الغاز هيساوي حجم الاناء وشكل الغاز هيساوي شكل الاناء. طبعا بالنسبه للغاز هو ملوش شكل، او بمعنى اصح المسافات البينيه بينه كبيره، فانا طالما حجمتها بشكل معين او حطيتها بستايل معين هتفضل هتاخد ستايل نفس الستايل المكان اللي موجوده فيه. طبعا الانضغاط بيتغير برضه قابل الانضغاط بالنسبه للضغط، انما السائل والصلب ثابتين. يبقى انا عندي بالنسبه للتمدد وحجم وشكل الغاز، حجم وشكل الغاز والانضغاط بتاع الغاز، الاربعه دولت قابلين للتغير او تمدد او تغيير حجمها او قابل الانضغاط، انما بالنسبه للليكويد والسوليدز مش قابلين. طبعا يا باشمهندس انا قلت ان انا عندي قوانين او ثلاث علماء قالوا لي انا عملنا معادله بتربط ان البي في بيساوي الان ار تي، ووحدوا طبعا القانون ده جابوه بتجارب عمليه. طب يا باشمهندس نعرف الفرق ما بينهم او الثلاث علماء دول قالوا ايه؟ قال لك والله الحاج بويل او العالم بويل قال لي ان انا هعمل علاقه تربط بين البي والفي، ان الضغط والحجم، ان الضغط كلما زاد الحجم مش عارف هيزيد او يقل، لسه هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب وبالنسبه ده بالنسبه لبويل. طيب بالنسبه لشارلي، والله شارلي قال لي لا انا هربط بقى بين الحجم ودرجه الحراره. طب وافوجادور قال لك لا انا هربط بين كميه الغاز والحجم. يبقى هم كلهم ربطوا القوانين بتاعتهم بالنسبه للحجم، بس طبعا التعاملات او المتعاملات او المتغيرات بتاعتهم بالنسبه لدرجه الحراره والضغط وكميه الغاز. طيب احنا المثال بتاعنا اللي فات اللي احنا قلنا بتاع الميه، نقدر نعرف ان من قانون بويل وتشارلي حاجه بسيطه خالص، ان درجه الحراره هتتفاعل طرديا مع الحجم، ان احنا قلنا الحجم درجه الحراره ما تزيد الحجم بيزيد. طب انا لما بضغط الضغط، لما ضغطت العنصر بتاعي او الغاز بتاعي، هل الحجم زاد ولا لا؟ لا. ليه؟ لان انا لما حطيت الغاز بتاعي في الاناء بتاعي، الغاز بتاعي اخذ شكل الاناء، معنى كده ان انا قللت الضغط بتاعه عشان ياخد الحجم بتاعه. انما انا لو كترت الضغط بتاعي فالحجم بتاعي هيزيد. يبقى انا بالنسبه لقانون بويل اني قال لي ان البي في البي والفي بتناسب عكسيا مع بعض. طيب بالنسبه لافوجادرو بقى قال لك لا ده قانون تاني او علاقه تانيه. نبدا ندرس واحده واحده.
قانون بويل قال لي ان حجم كميه معينه من غاز محفوظ عند درجه حراره ثابته يتناسب عكسي مع الضغط، بيبقى البي بتتناسب عكسي مع الفي، يبقى البي في واحد هيساوي بي في اتنين وهكذا. طبعا في بالنسبه لي هبقى في علامه كده، علامه اللي هو قانون تشارت بين تربط بين البي والفي، هيبقى علاقه عكسيه. بالنسبة لقانون تشارلي قال لي لا، ده انا عندي علاقة طردية بين الفي والتي. طيب بالنسبة للقانون التطبيقات، طبعا هنبدأ هنعرف يعني ايه التطبيقات ما بينهم دلوقتي. نقول تاني بعد كده قانون افوجادرو او فرض افوجادرو. قانون افوجادرو قال لك والله إن الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس العدد من الجزيئات تحت نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة. قال لي وليكن مثلا أنا عندي مثال أهو، إن 22.4 لتر أوف أني غاز أو من أي حاجة، طبعا 22.4 لتر ده حجم الإناء بتاعي أنا، ده عند الظروف الفرض أفوجادرو اللي هو الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة. أنا عندي وليكن غاز نيتروجين وغاز السي أو 2 والإس أو 4، دي عندي الحجم كل من كل غاز منهم حجم زي بعضهم، يعني انا عندي الاس او 4 والسي او 2 والنيترات مثلا او النيتروجين او هكذا، ده الحجوم ثابته بس هي تحتوي على نفس الجزيئات او نفس العدد من الجزيئات تحت نفس الظروف من الضغط ودرجه الحراره والحجم. بمعنى انا لو جبت عدد معين الغاز الاس او 4 والسي او 2 مثلا وعرضتهم لنفس درجه الحراره ونفس الضغط هيدولي نفس عدد من الجزيئات تحت نفس الظروف. طبعا انا عندي عاوز اعرف عدد مولات الاول اللي هو الان، مش انا قلت البي في بيساوي الان ار تي، الان ده طب ايه هو الان يا باشمهندس؟ قال لك والله الان ده هو عدد المولات. ابقى اجيبه ازاي؟ قال لك والله ان الان ده عباره عن عدد الجرامات الجزئيه اللي هو بيساوي الكتله او الوزن على الوزن الجزيئي. طيب يا باشمهندس، طب الكتله دي او ايه هي الجزء الكتله اصلا؟ طيب يا باشمهندس، قال لك ان الوزن الجزيئي بيساوي الوزن الذري في عدد الذرات. يعني ايه يا باشمهندس؟ قال لك والله انت لو عندك عنصر زي الاوتو اللي هو الاكسجين، الاكسجين ده الوزن الذري بتاعه 16، طبعا انت ما بتحفظش الكلام ده بتبقى حاجه معطى في معطى في المسائل. طيب الاوتو عباره عن 16 في عدد ذراتها اللي هم ذرتين اللي هو الاتو، فتبقى 2 في 16 تبقى 32. يبقى عندي يبقى الام اللي هو المولر المولكيولر وايت او الوزن الجزيئي بتاعي بالنسبه لذر او عنصر الاكسجين هيساوي 32. يبقى انا قلت ان عدد المولات اللي هو الان بتاعي بيساوي الكتله على الوزن الجزيئي، طبعا الكتله دي بتبقى معطى والوزن الجزيئي انا بقدر اجيبه من القانون بتاعي اللي هو اللي بيساوي الوزن الذري في عدد الذرات. طيب يا باشمهندس، انا عندي الظروف القياسيه من الضغط اللي هو اللي بيكون عند درجه حراره 25 درجه سلسيوس والبي او الضغط عند الواحد اتموسفير. نبدا ناخد قانون افوجادرو، طبعا تفصيل عشان نعرف ان جبنا البي في بيساوي ان ار تي. قال لك ان حجم غاز محفوظ عند درجه حراره وضغط ثابتين يتناسب طردي مع عدد المولات. طبعا ده نفس الكلام اللي احنا بنقوله ان الفي تتناسب طردي مع الان. يبقى انا عندي من الثلاث علاقات ان الفي تتناسب طردي مع الان، والفي تتناسب طردي مع التي او درجه الحراره، والفي تتناسب عكسي مع البي. فقدرت في الاخر خالص ان انا اجمع الثلاث قوانين دول واساوي ان البي في بيساوي الان ار تي. طبعا عرفت ان الان اللي هي بيساوي الويت اللي هو الكتله او الوزن على الام اللي هو الوزن الجزيئي. نبدا ناخد مساله بسيطه، نقول والله انا لو كان عندي في مساله قال لك ان طب قبل ما ناخد مسألة نعرف بس شوية تحويلات مهمة كده. قال لك إن الضغط اللي هو بيساوي 1 أتموسفير هيساوي 760 ملي متر زئبق، وال 700 أو اللي هو بيساوي برضه 76 سنتيمتر زئبق اللي هو بيساوي 1.013 بار. في نفس الوقت برضه بالنسبة للحجم، إن الواحد لتر هيساوي 1000 سنتيمتر مكعب أو ملي لتر، والواحد متر مكعب هيساوي 1000 لتر. وبالنسبه لدرجه حراره، طبعا احنا عارفين الكلفن والسيليزيوس، ان درجه حراره سيليزيوس الكلفن بيساوي درجه حراره سيليزيوس زائد 263. بعد كده نبدا احنا عايزين نخش على المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، هكتب لكم المسائل طبعا في
شيت لوحدها لو قدرنا ان احنا ناخدها هنا. كان نبدأ نحل مسائل سوا، نسميه هنا مسائل نبدأ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول والله أنا كان عندي هنا قال لك إن الكالسيوم كربونات اللي هو كربونات الكالسيوم إز برنسبل إز برنسبل كومباوند إن ليمستون. تمام، نقرأ بس المسألة بالراحة كده. أوبن هيتنج إز تو سي أو سوليد تمام أند سي أو تو غاز. تمام، قال لك إنهم عبارة عن اللي هو كربونات الكالسيوم عبارة عن سي أ سي أو 3. يبقى نكتب له هنا، قال لك هنا إن عندك ال CA CO3. كبر الخط شوية معلش. ده بالنسبة لي يتكون من شق اللي هو CA اللي هو ده السوليد، وال CO3 اللي هو الغاز. تمام، طبعا هيبقى هيطلع اللي هو بالنسبة لي CO2 ده غاز لوحده. تمام، قال لي اند ذا كربونيت كذا كذا ان. تمام، قال ان الحل هنا ان الحجم بتاعه الفي بتاعتي بتساوي 250 مللي لتر. حلو، وقال لي كمان ان البي بتاعتي اللي هو الضغط بيساوي 1.3 اتموسفير. حلو، لاحظ انا نلاحظ انا الوحدات. تمام، وقال لي إن درجة الحرارة تي بتساوي 31 دي بالسلازيوس، فخد بالك إنها بالسلازيوس. تمام، قال لك هو عاوز النمبر أوف مولز أوف سي أو 2، هو عاوز العدد اللي قال لك هنا بقى بالنسبة لي إن هو عاوز الـ N بتساوي مجهول اللي هو معطى. طيب انا بالقانون بتاعي كان بيقول لي ايه يا باشمهندس؟ انا القانون بتاعي كان بيقول لي ان البي في بتساوي الان ار تي. خلينا بس بالراحه كده، ان ار تي. حلو جدا يا باشمهندس، انا هنا انا معايا معطى ايه؟ معايا معطى البي ومعايا معطى الفي، والار طبعا ده بيبقى ثابت معايا، دولك دلوقتي في المساله دايما ثابت محفوظ قبطه، والتي طبعا محفوظ. هنبدا بس نعمل حاجه بسيطه ان احنا نحول الوحدات دي لوحدات الار. طيب الار بتاعي كان بيساوي ايه يا باشمهندس؟ الار بتاعي كان بيساوي ايه يا باشمهندس؟ الار بتاعي هيساوي او بوينت ار، هتساوي الاو بوينت او 8.2. ده بالنسبه لي بقى عشان تعرف الوحده بتاعته اتموسفير في لتر على مولر في كلب. تمام، يبقى ده وحدة الار بتاعتي او قيمة الار بتاعتي لما تيجي تحفظها او نيجي نعملها نسميها بكده عشان تبقى تاخد بالك منها. طب يا باشمهندس انا هنا عندي الضغط بالاتموسفير، الضغط عندي بالاتموسفير، والحجم باللتر، لا ده الحجم بالمللتر. طب انا عاوز احول اللتر يا باشمهندس، اعمل ايه؟ اقسم بقى. انا قلت ان المللتر لتر اللتر بيساوي كام مللتر؟ كان بيساوي 1000 مللتر، يبقى انا اقسم على دي على 1000. يبقى انا هتساوي بالنسبة لي هنا، يبقى ال V هنا هتساوي معايا كام؟ ال V هنا هتساوي 0.25 اللي هو هتساوي 250 على 1000، هتساوي 0.25 لتر. حلو، انا كده بدأت اظبط ال R بتاعتي او القانون بتاعي. طب يا باشمهندس ايه تاني؟ انا كده عرفت ال V بتاعي. طيب ال V يا باشمهندس كام؟ اتموسفير، مظبوط معايا. طب درجة حرارة يا باشمهندس؟ لأ انا قلت ان درجة حرارة هنا قال لك هنا بالكلفن. طب وانا عندي في المساله بكام؟ قال لك لا بالسلازيوس. نيجي نظبط درجه حراره تاني، يبقى درجه الحراره هنا هتساوي، احنا قلت ان هي بتساوي درجه الحراره بالسلازيوس صح؟ زائد ال 2 73 اللي هي هتساوي هنا كام؟ 31 زائد 2 7 3. 2 7 3 هتساوي كام يا باشمهندس؟ معلش، هي هتساوي 31 زائد 2 7 3 اللي هي تساوي كام يا باشمهندس؟ نفتح الكالكوليتور بتاعتنا،
لو احنا مش قادرين نعملها يعني 2 7 3 بلس 3 1 هتديك 304 درجة سلسيوس. يبقى انا هنا اقفل دي خالص، تساوي 304 كلفن اصلا. تمام كده انا ابدا جاهز ان انا ابدا اجيب الان بتاعي. انا قلت ان البي دي بيساوي الان ار تي، يبقى انا عاوز الان قلت ار تي. تمام في هنا مشكله نظبطها. الان ار تي، طب انا عاوز اجيب الان نقسم طرفين وسطين على ال مع الان، يبقى الان بتاعتي هتساوي البي في على الار اللي هي هتساوي كام يا باشمهندس؟ انا قلت البي بتاعتي بكام؟ البي بتاعتي بواحد وتلاتة من عشرة في كام يا باشمهندس؟ ادي البي بتاعتي بواحد وتلاتة من عشرة. طيب انا قلت في الفي، البي بتاعتي اللي هي 250، لا البي بتاعتي اللي هي الجديده بقى اللي انا حولتها اللي هي 25 من مي، يبقى هضرب هنا في 0.25 حلو على كام يا باشمهندس؟ الار تي، انا قلت ان الار بتاعتي قيمته 0.082 حلو يا باشمهندس، في كام؟ في التي اللي هي بالنسبه لي الجديده اللي هي 304 كلف، هتساوي في الاخر كام؟ نضرب كده مع واحدة بواحدة مع بعض، 1.3 في 0.25 على 0.082 في 304. طبعا لا دي هنا الحسبة دي مش مظبوطة. طب نضرب واحدة واحدة، 1.3 في 0.25 طلعت معانا الرقم 0.325، يبقى نيجي نحفظها هنا بجنب 0.325 على كام يا باشمهندس؟ نشيل دي خالص 0.082 في 304 هتساوي معاك 24، وعلامة او تساوي 24 علامة 928. يبقى نقول هنا 0.325 على 24 علامة 928 طلعت معايا بكام في الآخر؟ 0.013 هتساوي 0.013. يبقى انا كده دي اول مساله بتاعتي. طبعا الان دي عدد فملهاش وحده، او الوحده بتاعتها المول اللي هو العدد يعني مول، فاللي هو 0.013 مول. ده بالنسبه لمسائل الغازات. طبعا في افكار كتيره بس هي كلها الفكره واحده اللي هي بتاعت اللي بيجيب لك بتلعب على القانون البي في بيساوي ال ان ار تي، هيكون معاك مجهول واحد. والفكرة كلها بالنسبة للمسائل الكيمياء الهندسية أو اللعبة كلها التحويلات مش أكتر. فهنبدأ نحفظ التحويلات بتاعتنا، ولو هكتبها لكم دلوقتي في البي دي اف بتاعنا أو البار بوينت بتاعتنا التحويلات الجديدة دي، إن شاء الله هتكون مرفقة مع الفيديو بتاعنا. كده بإذن الله النهاردة نكون خلصنا الجزء بتاع النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.